وعودا إلى الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة مرحبا بك من جديد. هل هناك بيئة استثمار في العراق تشجع المستثمر على ضخ مشروعاته في العراق؟ نعم في الحقيقة أنه ننظر الأمر بالشكل التالي، يعني الجدارة الائتمانية التي نعني بها مدى البيئة الاستثمارية في العراق تشجع المستثمرون على الاستثمار، وبالتالي هذا ننظر إلى من عدة جهات، ننظر إلى من حيث التصنيف الائتماني اللي حطتنا إياه إحدى الوكالات الدولية المتخصصة في هذا المجال بين بي إلى بي ثالث، وهذا أيضا أول جانب هو لا يشجع للاستثمار، والشيء الآخر الذي ننظر إليه هي ديون العراق، وبالتالي كلما زادت ديون العراق هذا التصنيف الائتماني أيضا يعني يعطينا نتيجة ليست بصالح العراق للاستثمار. ديون العراق يعني المفروض حسب هذه التشكيله كلها تصل الى 138 مليار دولار في 2020، وبالتالي هذا لما يؤدي الى عامل يعني نصور للمستثمر عندما ينظر الى مثل هذه الامور وهو التصنيف الائتماني وديون العراق، هذا من جهه. من جهه اخرى احنا دائما نشير الى انه اذا خفضنا الفساد بنسبه 1% راح يزداد الاستثمار، تزداد الاستثمارات بنسبه 4%. احنا للان لم نستطيع ان نقضي على 0% من الفساد، وبالتالي هذا عامل اخر لا يشجع على حدوث استثمارات خارجيه. وجود الدوله العميقه في كل هذا الغضب سيؤثر ايضا بانه هؤلاء هم المسيطرون، وبالتالي هؤلاء هم الذين يحركون خيوط السوق كيفما كانت، وهذا يدلنا ايضا على شيء اخر ان الهدر الذي كان موجود في عام 2017 المعروف هو 9000 مشروع ما بين وهمي وما بين معطل الى هذا 200 مليار دولار. طيب دكتوره تعتقدين ان موضوع نفوذ الأحزاب والميليشيات في القرار السياسي الاقتصادي في العراق يؤثر بشكل كبير على الاستثمار؟ أكيد هناك تأثير كبير، لأنه أساساً يعني التخطيط الاقتصادي في العراق لا يصير قدماً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يصير بشكل صحيح، يعني يجب أن تكون هنالك خطط صحيحة موضوعة من قبل المتخصصين في هذا المجال. نحن هنا امام او بصدد استثمارات ما بين هي وهميه وما بين هي احتباطيه وما بين هي فقط لتمشيط الامور لصالح فئات محدده، وبالتالي حتى في حقيقه الامر ليس لدينا معنى او مطلوب الاستثمار بشكله الصحيح. وبالتالي ايضا اذا رجعنا الى قبل فتره هذه الاراضي التي اعطيت في سجن بغداد اللي هي جزء من الاستثمار، ما بين عدم معرفه رئيس دائره الاستثمار، رئيس هيئه الاستثمار، ما بين عدم معرفته بالرقم ما بين 16 مليون دولار او 106 مليون دولار اخطانا به، يعني على الفرائيات، هذا الشيء يعني خلينا نقف ونفكر بشكل دقيق جدا ان هناك رؤيه غير واضحه، وبالتالي هنالك خطه ليس هي بمفهومها الصحيح، وانما اشياء احتباطيه يتم الاخذ بها من قبل هذه الجهه او تلك فقط لتحقيق المصالح ليس الا، وبالتالي بكل معنى مطلوب الاستثمار كما تعرض عليه الاقتصاد، كما تعرضت عليه اقتصاديات الدول العالم عربيا او غربيا، هذا الشيء غير موجود حاليا في العراق. طيب ولذلك نجد ان الاستثمارات هي قوى ناشره. طيب دكتوره موضوع اسناد مشاريع بعينها لمستثمرين تابعين لمكاتب اقتصاديه تابعه للميليشيات، هل هذا يشكل نوع من انواع الفساد؟ نعم اكيد، وهذا يشكل نوع من انواع الفساد، لانه يعني ستكون في جهه محدده وسيتم العمل على هذا الاساس، هذه الجهه الخطويه التي نشات والتي ترعرعت ما بين بعد 2003 الى حد يومنا هذا، استطاعت ان تحقق نفوذا قويا سواء اقتصاديا او سياسيا، وبالتالي هم كان في تحريك الاقتصاد العراق بشكل
بما يرونه هم وليس بما يرونه للعراق او للشعب او لما يرونه لمحاوله الاخذ بالعراق نحو الجاده الاخرى وهي نحو بناء العراق. نعم دكتور. فاذا احنا امام مجموعه من الامور التي لا يمكن حلها الا ان بعد ان يجب ان يكون محاوله تقريب الدوله العميقه ومحاوله بس سيطرة الدولة بشكلها الصحيح حتى نستطيع أن نقول لدينا استثمارات ولدينا خطط اقتصادية صحيحة ممكن تطبيقها. من عمان الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.